يا بعد قلبي انت احييك ويسلمك. يقول خذ يا نديبي موتر للمهمات، هذا بليهان ولا الله يسميه الله. خذ يا نديبي موتر للمهمات من وارد اليابان جايب هلابه، يا سلام صناعته تنشر علن في المجلات ويسوق اللي ما يحسب حسابه. الله لا دق طبلونه على الخط مرات يصفي من الكربون لحد كوابه. وخذ مراسيلي وكل التحيات للصاحب اللي ما جرحني عتابه. الله علمه بظروف الليالي الطويلات اللي على المسكين تشعل عذابه. فرد السلام وقال ذقت المرارات ظرف انطرى لك ما عرفنا جوابه. وش الظروف اللي لنا تجرح الذات والعلم ما جنى ولا احد اندرابه. ايه فقول انا بالليل شفت المجرات، شفت القمر من قبل يدني غيابه، شفته وذكرني وبالبال لهفات من هادس بالقلب زاد كتابه. سلامتكم ونسالم. صح لسانك، صح لسانك يا فيصل. ابن والله طاير مني على شقلك. الله نعم عبد الكمان يا هذا فلان هذا تفكيرك وما فقدت حاجه. طيب ماذا تتحمل لي انا؟ هذا طال عمرك خاص لك يا ابو عبد الله، والله ترى ممنوع من التصوير. سمعت ولا لا؟ يا ما شاء الله وش الترتيب ابو فايع. هذا شوي بس اوه احلى حنيد ان شاء الله. حنيد اي يا سلام، عاد انت مهل الحنيد ما يحتاج. ما عليكم زود الله يرضى عليك. يا هلا والله. يا هلا بك والله اكثر. هيا مرحبا ومسهلا. وش هذا؟ شيء ثاني ثاني اسطوره اسطوره. هذا ضبط المهيله والشاهي وحمس السب. والحين وش تسوي الحين؟ هذا قرص بر يا ابو عبد الله. يا حبيبي تعلم جمر. هيا من العز والله. رجني والله الخبز توهم زين عطيه. اي والله علي انا الله يحييك. الله 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 يكلم يا ابو الحكيم. يا من والله العافيه. الله يعافيك. هذا الشغل زين وبالمحل الزين.